لحتى تقدر تحصل على أي وظيفة تقريبا تحلم فيها لازم تعرف تجاوب على هالسؤالين. مرحبا، اسمي بسلان قبرطاي، مؤسس لمشروعين ناشئين في برلين، وعندي تجربة وخبرة بأكثر من 20 شركة حول العالم، سواء كان ذلك تدريب أو شغل بوظيفة كاملة. بس قبل ما نحكي على الشغل في هالظروف الصعبة، في ظل انكماش الاقتصادات وحظر التجول، هل من الممكن نحصل على العمل بسهولة؟ الجواب دائما ممكن تحصل على العمل، لأنه حتى لو قل العرض على بعض المنتجات والخدمات أو كلها، أو قل الطلب على المنتجات والخدمات، دائما في عندك حاجة موجودة عند المستهلك، ودائما في عندك قيمة أو منتج أو خدمة موجودة عند الشركة المنتجة وموظفيها واللي بتلبي هاي الحاجة. فممكن ينخفض الطلب على الوظائف أو عرض الوظائف، ولكن مستحيل انه تتوقف او ما تستمر. لذلك بدنا نحكي على اول سؤال. اول سؤال بيقول: ليش رب العمل بيوظف؟ ليش الشركات بتعطي وظيفة؟ لو نقدر نعرف هذا الجواب، نقدر ببساطة نقرب 50% لوظيفة احلامنا او الوظيفة اللي نتمنى نشتغل فيها. وجواب ببساطة انه اي رب عمل او اي حدا بيوظف تاني بيوظف لحتى الموظف يشيل عنه كتف، حتى يقوم بمهمة او مجموعة مهام من بابها لمحرابها، فيوفر على رب العمل وقته وجهده مصرياته الى اخره. ولحتى رب العمل يقدر يسلمك هاي الوظيفة، لابد انك تكون عندك الشيء اللي بده اياه، الا وهي المعرفة. المعرفة، الخبرة، الدراية، سميها ما شئت، المهم لازم يكون عندك قدرة معرفية تطبق الشيء اللي بده اياه رب العمل. ممكن يكون هذا الشيء مهارة واحدة او مجموعة مهارات. واليوم ما فينو اي بني ادم من 7 مليار انسان موجود على الكوكب يقول ما فيني وصل لهي المعرفة، لانه اي مجال موجود علمي بدك اياه موجود على النت، موجود على اليوتيوب، وافضل استاذ انت بتعرفه في افضل منه ب 100 مرة على النت، بأكثر من أسلوب، بأكثر من طريقة. فهي مسألة وقت ومسألة إرادة حتى تحصل على هي المعرفة اللي بيدور عليها رب العمل. بكفي أنك تقضي بضعة مئات من الساعات لحتى تصير جيد جدا بهي المهارة. وفي علم الإدارة بدك 10,000 ساعة لحتى تصير واحد من 1% الأفضل بمجال معين حول العالم، ولكن يكفي بضع مئات من الساعات لحتى تصير جيد جدا بالمجال اللي حابب تشتغل فيه وتكون مرغوب لرب العمل. لذلك هي أول طريقة ممكن تحصل هاي المعرفة، من خلال التدريب بهاي الشركة. في معظم الدول المتقدمة أو حتى الدول اللي عم تتقدم النامية اللي فيها شركات كبرى، في شيء اسمه نظام البراكتيكوم أو نظام الانترنشيب أو التدريب، اللي هو بيخلي الموظفين المستقبليين يشتغلوا ببلاش لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر لحتى يأقلموا معرفتهم مع متطلبات الشركة ويحصلوا على الثقة. الثقة اللي بيدور عليها رب العمل ليتأكد أنك فينك تستلم المهمة أو المنصب من بابه لانحرابه، لتوفر عليه وقت وجهد ومال وليس العكس. فمن خلال هالبابين ممكن الواحد يحصل على المعرفة. السؤال الثاني اللي معرفة إجابته بتخلينا 90% وأكثر نحصل على الشغل في حال عرفنا إجابة السؤال الأول، اللي هو: كيف الشركات بتوظف؟ الجواب بسيط كتير. كل شركات العالم تتبع شيء اسمه دائرة الثقة، The Circle of Trust. وهي دائرة الثقة من خلالها رب العمل أو صاحب الشركة بيوظف الناس، من خلال الناس اللي بيثق فيهم، من خلال معارك معارفه، أو من خلال الستيك هولدرز، جميع الأطراف اللي بتتعامل مع الشركة، مثل الزبائن، موردين، مساهمين، شركاء. تمام؟ فنحن بنقدر ببساطة نوصل لأي شركة من خلال حدا واثق في رب العمل. بي ريكومندد انه نحصل على توصية من اي جهة تثق فيها الشركة. حتى بيجينا في واسطات، فهذا شيء طبيعي طالما انه انت عندك المؤهلات، واي نوت. واذا ما مشي الحال
لابد لنا أنه نكسر هاي الدائرة، دائرة لا نهاية، اللي بتقول لك أنه ما راح نقدر نشتغل حتى ناخذ خبرة، وما راح نقدر ناخذ خبرة لحتى نشتغل. لذلك الحل هو كسر هاي الحلقة، كسر إشارة اللانهاية من خلال حل بسيط، ألا وهو الذهاب مباشرة لشركة أحلامك، عرض مهاراتك، وقتك، جهدك، إنك تشتغل عندهم ببلاش كتدريب، كإنترنشيب. وبالتالي أنت بتكون قدمت لهم عرض صعب جدا جدا رفضه. أحسن احتمال إنك راح تتعلم على السيستم تبعهم، تطبق المعركة تبعك، وتنال الثقة اللي بيحتاجها أي رب عمل لحتى يوظفك. أسوأ احتمال إنهم يرفضوك، بس بعد شو؟ بعد ما يكون عندك خبرة بشركة محترمة شهر أو اثنين أو ثلاثة، لتستعملها كخبرة في التقديم على الشركة اللي بعدها. بشكركم كتير، ولا تنسوا إنه حتى لما تشتغلوا عند الناس أو عند الشركات، ضلوا اشتغلوا عند نفسكم. وشكراً.